كما استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من لطيف الخال والحسين عبوشي العضوين المعينين من قبل الملك، ومحمد عالمي العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، وخالد برجاوي العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الأربعة الجدد اليمين بين يدي الملك طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وسيشرعون في ممارسة مهامهم ابتداء من 4 أبريل المقبل، تاريخ انتهاء مدة انتداب ثلث أعضاء المحكمة. حضر مراسم هذا الاستقبال رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهرائي. أقوم بالمهام المسندة إلي بإخلاص وأمانة وأمارسها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ أي موقف علني أو أفتي في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية.